كيف حالكم؟ أول إشي مس أنا كتير اشتقت لكم. تاني إشي شكراً للي بتابع وبيبعت لي وبيسألني. نس أي سؤال تبعتوا لي على الواتساب بطريقة واضحة، تمام؟ إنه أنتوا بتبعتوا لي، بس إذا في مجال سجلوا لي صوت عشان أنا أفهم إيش أنتوا بدكم، تمام؟ حل الأسئلة قلنا حليتوا أسئلتي الوحدة، في ناس حلت في ناس ما حلت، في ناس أصلاً ما بتبعت لي. في ناس قالوا لي مس احنا مش عارفين نتعامل مع التطبيق، اوكي مس ما تتعامل مع التطبيق عادي، ابعث لي على رقم الشخص اعطيتكم اياه وانا جاهزه باي شيء. وبدي اشكر الناس اللي اصلا متابعه مع الاشخاص اللي اصلا متابعين معي، بدي اشكركم مس، الله يرضى عليكم يا رب. مس اي سؤال باسئله الوحده الاولى اي شيء مس ابعث لي، مس انا مو فاهمه عادي بعيد لك اياها. امبارح حيسام بعت لي، ريهام بعثت لي، يوسف بعت لي مس عادي ابعتوا لي انه انا مش فاهم الشغله الفلانيه، عادي وضحت لكم اياها وبشرح لكم اياها. اي سؤال انتم حابين اجاوب لكم عليه ببعث لكم الاجابات مس، ما عندي اي مشكله من عيون التلتين. ما بدنا ناخذ اليوم اشي كثير، بس ناخذ هيك شغلتين بسيطات من الوحده الجديده. مس بتعرف اول اشي على الوحده الجديده هي الفلك وعلوم الفضاء، وحده كثير رح ننبسط فيها ونتسلى مس، كثير حلوه العلوم الفلك وعلوم الفضاء. تمام، ايش شايفين بالصوره؟ شايفين الشمس، شايفين الكواكب، شايفين المدارات اللي بتمشي فيهم الكواكب. هلا هيك بس نتعرف هيك على اشياء بسيطه مس، وان شاء الله تكون خفيفه لطيفه الوحده. بالاول مس بدنا نعرف انه الكواكب بتدور حول الشمس، كل الكواكب بتدور حول الشمس في مدار منتظم، تمام؟ في مدار منتظم باتجاه واحد، تمام مس. اليوم بدنا ناخد عن كوكب النظام الشمسي لنعرف مكونات النظام الشمسي. يتكون النظام الشمسي من نجم واحد. مين بيحكي لي ايش هو هذا النجم تاع الكوكب الشمسي او النظام الشمسي؟ مين يقول لي؟ هو الشمس. يتكون النظام الشمسي من نجم وحيد وهو الشمس، بدور حول الشمس. كم نجم؟ مين يقول لي كم؟ عفوا كم كوكب وقمر بدوروا حول الشمس؟ مين بيعرف؟ 8 كواكب مس، 8 كواكب مع اقمارها في مدار محدد اسمه المدار الاهليجي، تمام؟ اهليجي الشكل بيكون قريب من شكل الدائره. لنعرف مس ليش الكواكب ما بتتصادم مع بعض. احنا بنشوف الكواكب كيف تمشي، شوفوا مس، عفوا شوفوا كيف تمشي الكواكب مس حوالين الشمس في مدار منتظم. مين يقول لي ليش الكواكب ما بتتصادم مع بعض؟ لانه الكواكب بتدور حوالين الشمس في مدار اول شيء محدد بسرعة منتظمة، بدور بسرعة منتظمة ونوعا ما مس بطيئة، بسرعة منتظمة بسرعة بطيئة وحركتها بتكون مستمرة. ما في كوكب هيك فجأة بيوقف انه الكوكب الثاني يصدم فيه، لا كلها بتدور بشكل منتظم وبسرعة محدودة وجميعها دائما باستمرار في حركة مستمرة، تمام؟ تنقسم المجموعة الشمسية او الكواكب الى نوعين، كواكب داخلية وكواكب خارجية. بنتعرف على كل مجموعة لحال. أول إشي نحكي عن الكواكب الداخلية، هي الكواكب هي مثل الكواكب الداخلية، تمام؟ هي الكواكب الأقرب إلى الشمس، هي الكواكب الداخلية، هي كواكب أقرب إلى الشمس، تمام؟ إيش كمان مميزاتها او الاشياء تتميز فيها؟ اول شيء بدنا نعدد الكواكب احنا الداخليه، بدنا نعرف شو المجموعه الداخليه مس. هي كوكب الزهره، عطارد، الارض، والمريخ. اربع كواكب هم مس، عطارد، الزهره، الارض، المريخ. وتسمى ايضا من صفاتها هي كواكب صخريه، كواكب صخريه لانها شبيهه بالارض من حيث مكوناتها. بدنا نعرف شو خصائصها مس، الأرض والكواكب اللي بتدور حوالى الشمس اللي هي الداخلية. أول إشي هي الأقرب إلى الشمس،
هي صخرية تشبه الأرض من حيث مكوناتها، صغيرة الحجم، بطيئة الدوران، كثافتها عالية نسبياً، وأغلفتها الجوية لباقي الكواكب مش للأرض إن وجدت مس. يعني في كواكب احتمال كبير تكون بلا أغلفة، إذا وجد لها أغلفة فهي مس، كثافتها عالية، كثافتها عالية نسبياً، أغلفتها جوية إن وجدت رقيقة مس، بتكون الأغلفة الجوية رقيقة وأقمارها قليلة العدد أو من دون أقمار. يعني تعالوا نشوف الأرض، الأرض كم قمر إلها؟ واحد، قمر واحد، والشكل مس عنا بيوضح لنا الكواكب الداخلية. نيجي نحكي مس عن الكواكب الخارجية. تمام، الكواكب الخارجية هي المشتري وزحل ونبتون وأورانوس. تمام، أربع كواكب هم برضو، يعني قسمت المجموعة إلى هم 8 كواكب، أربعة داخلية وأربعة خارجية. الخارجية مشتري، زحل، أورانوس ونبتون، وتسمى إلها مسمى الكواكب الغازية. مس الداخلية شو سميناها؟ الكواكب الصخرية. الداخلية كان اسمها الكواكب الصخرية مس، والكواكب الخارجية اسمها كوكب الغازي بسبب تركيبتها. ليش سميت بهذا الاسم؟ بسبب تركيبتها الغازية. من ميزاتها مس، حجمها كبير، تدور حول نفسها بسرعة كبيرة، كثافتها متدنية يعني قليلة، أقمارها كثيرة. هلأ نتعرف كل كوكب وكم قمر إله. تمام، لها حلقات تتكون من كتل صغيرة وكبيرة من المواد الصخرية والجليدية التي تدور معها في مدار ثابت حول الكوكب. أوضحها حلقات حلزونية وأقلها وضوح حلقات المشتري. تمام، هلأ المشتري مس له حلقات، شوفوا هاي كوكب المشتري، شايفين الحلقات اللي بتدور حوله مس؟ تمام، بدنا نعرف ايش مكونات نرجع اتحقق من مكونات النظام الشمسي. نفتح مس صفحة 35، الجدول الموجود عندنا مس فياته الخصائص الفيزيائية. شايفين مس؟ هي الثمان كواكب خصائصها الفيزيائية وقمر إلها وطبيعة سطحها والمدار اللي بتدور حواليه مس. عنا عطارد، طبيعة، نحكي بس فكرة عامة، احنا مس وانتو بس بدي تعرفوا انه كم قمر إلهم. تمام، كل كوكب كم قمر إله، أنا يكون عندكم فكرة مس، إذا سألت يكون عندكم فكرة. تمام، عنا كوكب عطارد طبيعة سطحه صلبة، كم قمر إله؟ ما إله أقمار. الزهرة صلب برضه نفس الإشي، ما إله أي قمر. الأرض طبيعة الأرض صلبة وإله قمر واحد. المريخ مس برضه صلب، إله قمرين. المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، ليس له سطح صلب. أرضيتهم صلبة نوعا ما، ليس له سطح صلب. كم قمر إله؟ المريخ إله قمرين، المشتري إله 67، زحل 62، أورانوس 27، نبتون 27. بس ناخذ فكرة. تمام، بس فكرة عن عدد الأقمار. مس أي سؤال؟ أنا اللي هون راح أوقف مس، يعني لصفحة 35 إحنا بنوقف، بكرة صفحة بنبلش بصفحة 36 إن شاء الله يا مس. منحل أسئلة الدرس إن شاء الله بكرة كمان، إنه يكونوا هيك حالين أنتوا أسئلة الدرس هيك مطلعين عليها ومحضرين مس. بتمنى لكم التوفيق يا سابع، وشكرا مس لمتابعتكم، وأتمنى تضلكوا هيك متابعين. واللي ما بيتابعني من غير ذكر أسماء مس يتابعني، وبتمنى أسئلتكم توصل، وبتمنى إن شاء الله أكون يعني قادر أجاوب على أي شيء بدكم إياه. يعطيكم العافية مس، وشكرا لكم، بشوفكم على خير، باي باي.